اخذته بالسنين اللي فاتت البيزك هيستولوجي، هسه نبلش بالسيستماتيك هيستولوجي. ايضا الكتاب اللي معتمد عليه او سوينا لها مشاركه ريكورد لو لا اي خالص هم اي بلي بيها ريكورد بيها. نعم طلاب الكتاب اللي نعتمد عليه هو جين كيرن ايضا 13 اديشن شابتر 17 بيبر 343 to 363. الاوبجيكتيف اللي انا اريد اعتمدها حتى اعرف شنو المطلوب من عندي اعرفه بهذا السيستم هو ديسكرايب ذا هيستولوجيكال اوف ذا ريسبيراتوري تراك اند ريليتد تو ذا فانكشن اند ذا فيلز اوف ذا لانج. Describe the structure of the airways in the lung, distinguishes bronchi from bronchioles. Define what is meant by terminal bronchial, alveoli, alveolar duct, and alveolus. And the end objective will describe the structure of the alveoli. The objective first is to describe the histology of the respiratory tract and related to the functions and defenses of the lung. The respiratory system is a complex of the organ, of the tissue, which are necessary to exchange blood, carbon dioxide, CO2 with the air, oxygen, O2. Okay. الشيء اللي من عندي بعد السؤال اللي انا خليت لكم اياه من ضمن الشرح المحاضره حتى يصير عندك تصور شنو المطلوب منك او شنو طبيعه الاسئله اللي راح تطرق لك هو question يعني question 1 enumerate the main components of the wall layers to respiratory system. حتى نجاوب على هذا السؤال انا لازم اعرف parts of the respiratory system. The system is divided anatomically into two structures, the upper and the lower respiratory tract. طبعا هذا التصنيف the upper and lower respiratory tract هذا anatomically يعني تشريحيا، لكن لما اجي اريده functionally يعني فسلاجيا وبنفس الوقت functionally هو ايضا histologically فيقول respiratory system divided into two components, the conducting portion اللي هو يتكون من الـ air conduct to sites of the respiration and gas exchanges, oxygen, include the nasal cavity, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchial, and terminal bronchial. الـ respiratory portion اللي هو اللي يصير بما مكان الـ gases exchange take place, consisting of respiratory bronchial, alveolar duct, alveolar sac, and alveoli. هاي الصورة تشريحية طلاب تريد نبين بيها شنو هو الأبر بارت وشنو هو اللور بارت. الأبر respiratory بارت هو الكوندكتنج بورشن يعني الجزء الموصل اللي ما يصير لي عملية جازز اكسشينجز اللي فقط هو يوصل لي الأكسجين ويطلع لي CO2 اللي يمشي من النيزل كافيتي والثارنكس اللارنكس والتراكيا. وهنا بالتراكيا قبل ما تدخل بالرئتين يصير بيها بايفوركيشن حتى تنطيني البرونكاس جمع برونكاس حتى تعطيني البرونكاس والبرونكاس راح يصير بيها الى البرايمري سكندري وتيرشري برونكيول الى الالفيولا داك. فمين يعني الابر واللور هذا اناتوميكالي لكن فانكشنالي وبنفس الوقت هو انسجه. يعني تذكرون احنا اخذنا صف اول اكو فد ريليشن شيب بتوين the many signs تذكرون طلاب اذكركم بها اللي هي الفسيولوجي والاناتومي والبايوكيمستري اند هيستولوجي. بالنسبه للهيستولوجي لازم نعرف الستركتشر. ليش نعرف الستركتشر؟ لانه بالنسبه للاناتومي نعرف ال وين صوتي زين وهذا يوصلكم كلام طلاب صوتي واضح؟ نعم واضح.
فالابر واللور ريسبيراتوري هو كلش بطيء بحيث ما يقدرون يوصلهم الصوت. نعم الابر واللور ريسبيراتوري، طبعا هذا الابر واللور ريسبيراتوري قلت لكم تشريحيا، واكو فد ريليشن شيب بتوين ماني ساينس اللي هي الاناتومي كروسلي ستركشر لازم نعرف، والهيستولوجي اللي هو مايكرو يعني ستركشرز، وبالتالي حتى نعرف الستركتشر ما نقدر نعرف الستركتشر الفانكشن يعني الفسيولوجي مالت اني ستركتشر موجود بالجسم بدون ما نعرف الستركتشر الهيستولوجيكال ستركتشر حتى نربط بينه وبين الفسيولوجي، وبالتالي الفسيولوجي ما يتحرر ونواصل نعرف شغله بدون ما نرجع الى البايوكيمستري. فهذا التصنيف وهذا التقسيم هو حتى يبين لك يا جزء بدا من البرونكيول الريسبيراتوري برونكيول لحد البرونكيول لحد هنا، هذا اناتوميكالي الريسبيراتوري برونكيول. الريسبيراتوري برونكيول الجيولار داكت الجيولي هذا يمثل لك الريسبيراتوري بورشن. نجي لاول بارت اللي هو النيزل كافيتي. النيزل كافيتي شوف طلاب الريسبيراتوري سيستم الجي اي تي يعني دايجستيف سيستم اللي اعطيتكم اياه دكتور رجاء، اليوريناري اللي اعطيتكم اياه الاحد يمكن، هو عباره عن داكت داكت وبيها اورجانات. الداكت هذا الموجود هو عباره عن وول، يعني شلون ادرسه انا نسيجيا، هو عباره عن وول. الوول حتى ادرسه نسيجيا لازم اعرف الاجزاء اللي يتكون منها. شنو الاجزاء اللي يتكون منها؟ خدناها باليوريناري اربع ليرات، كل وول موجود بالجسم نسيجيا يتكون من فور لايرز، الميوكوزا اللي هي انر لاير يعني اللي تفوت على التيوب اللي تفوت على اللومن على البلي على اللومن على التجويف، فوقها او تحت منها حكي اسويها، تحت منها السب ميوكوزا ماسكولارس اكسترنا الثالثه، والاخيره اللي ادفنتيشيا اور سيروزا، لو ادفنتيشيا لو سيروزا. هذه هي الليرات مالت الوول مال الريسبيراتوري او اني سيستم موجود بالجسم. اذا اورجان عندي ما يتكون من ميوكوزا سب ميوكوزا وما ادري شنو، لا يتكون من برانكايم. برانكايم شنو البرانكايم؟ يعني كورتكس ومدلة ومحاطه بكبسول، وهكذا يعني مثل الليفر راح تعطيكم يا دكتور رجاء، او مثل البنكرياس وغيرها. هذني اورجانات، هذني مو تيوب. اثنين بس الميكوزا صب الميكوزا، ما بي ماسكولار اكسترنا ولا ادفنتيشيا. هذا بالريسبيراتوري سيستم هذا الحكي يبدا من التركيا اللي هو تتكون من ميكوزا صب ميكوزا وماسكولارس اكسترنا الى الادفنتيشيا او سيروزا. بس هسه انا طول ما موجوده بالنيزل كافيتي انا عندي بس ميكوزا وصب ميكوزا، بس ميكوزا وصب ميكوزا هذا اللي اشتغل عليه. عندكم سؤال حتى ابلش؟ المعلومه هاي واضحه طلاب؟ احمد سبع ما فاتح المايك، احمد سبع واضح طلاب؟ واضح عافيه ماشي. خوش نرجع للمحاضره. هذه النيزل كافيتي بيها يعني ميوكس ريجن طبقه مخاطيه طبيعيه، وبيها اللي هي يسموها نون الفكتوري ريجن، نون الفكتوري ريجن، وبيها منطقه ثانيه يسموها الاولفكتوري ريجن، بيها منطقه اخرى يسموها الاولفكتوري ريجن. يعني الاولفكتوري ونون الفكتوري ذن اثنيناتهم موجودات وين؟ بالنيزل كافيتي. نجي نرجع للنون الفكتوري، شنو فرقها عن الالفكتوري؟ النون الفكتوري ريجن طبعا بالمناسبه النون الفكتوري ريجن والالفكتوري حتى اناتوميكالي يختلفن. سيجي واحد يسالني يقول لي شلون اني اذا اشرح واحد ديمو ميت واطلع النيزل كافيتي او حتى بالانيمال واشرح منطقه النيزل كافيتي اشوف منطقه الالفكتوري ريجن يصير لونها اصفر،
لونها اصفر خاصه في بدايه يعني التشريح، يعني الجثه قبل ما تتحلل ويصير بها اشكالات، لونها تاخذ اللون الاصفر، بينما النون الفاكتوري لونها وردي اعتيادي ما عندي بها مشكله. فالنون الفاكتوري ريجن هي اناتوميكالي اللي هي مو شغلنا بس معلومه حتى يبقى ببالك. النون الفاكتوري ريجن هاز الإبيثيليا، طبعا ها بالمناسبة الميوكوزا تتكون consist of three component، شن هن الإبيثيليا، الألبي اللامنا بروبيريا يعني، والام ام الصغيرة إذا تتذكرون، لو أنا شرحت لكم نظري ما أدري دخلت لكم يعني حضوري، لو ما دخلت ما أتذكر. فالام ام الصغيرة هي المسكولار سيميوكوزا، راح أعيد أسألك بالامتحان احتمال أجيب سؤال تكتبه يمك، what enumerate or mention the component of the mucosa. إذا أقول لك شنو هي الكومبوننت مالت الميكوزا تقول لي أولا المسكولارس الإبيثيليا، ثانيا اللامينا بروبيريا، ثالثا المسكولارس الميكوزا. نجي إلى الإبيثيليا حتى أحكيها شنو نوعيتها هاي ما أخذيها صف أول، شنو نوعيتها بالريسبيرتري؟ اكو احد يجاوبني حتى ادري انت وياي يعني؟ شنو نوعيتها؟ نعم علي عبد الامير. سودوستراتيفايد كولومونار ابيثيليوم. احسنت. سيدوستراتيفايد، نعم نعم احسنت، سيدوستراتيفايد كولومونار ابيثيليوم. السليتد طبعا. سليتيد كولومنار، سيدو ستريتفايد كولومنار، سليتيد كولومنار وذ جوبلت سيل ايثيريا، مع الجوبلت سيل طبعا ضروري وجود الجوبلت سيل بالريسبيرتري. ليش؟ لان تفرز سكريشن، هذا السكريشن ميوكس، الميوكس اولا لابريكيشن للباسج يساعد على ترطيب لان هو ديمر بهواء، ديمر يدخل لي اكسجين ويطلع سي او 2، هذين ممكن يسوون جفاف للمنطقه دراينس، فحتى اني اسوي لابريكيت دائما ومويستشر يحتاج وجود مخاط، هذا المخاط من ينفرز لك؟ ينفرز لك من الجوبلسيال الموجوده بالابيثيليا. مين تحت من عندها الميوكوس جلاند؟ الميوكوس جلاند موجوده بمنطقه هي والفينوس ساينس، موجوده باللامنا بروبيريا، يعني بعدنا احنا بالميوكوزا لحد الان احنا بالميوكوزا. شبيه الميكوز اللامينا بروبيريا، اللامينا بروبيريا هي عباره عن لوس كونكتيف تيشو كيرنج اوف ذا بلاد فازلز ايضا، وتحمل جلاندات الاغلب والاكثر هي الشكل او تكون كيرنج فور ذا جلاند. فهنا بالالفكتر نون الفكتوري تحمل ميوكوس جلاند اند فينوس ساينس. شنو سبب وجود الفينوس ساينس؟ هنا ذاكرته اني حتى الفينوس ساينس بلكسس هي swell every 20 to 30 minutes alternating air flow from side to side to prevent over drying. وبعد شو تسوي حتى هاي طبعا الساينس ايضا arterial blood flow warms inspire air حتى تمنع الشوك اللي يصير بالرئه، حتى ما يصير عندي انا شوك بالرئه ويصير كبس يعني كولابس اوف ذا الفيوري. فوجود هذه الفينوس ساينس تدفي لك الهواء اللي انا اذا استنشقه، الهواء اللي استنشقه تدفيه اذا جو بارد تدفي لي اياه حتى ما يسبب لي شوكينج بالرئه. وايضا اللي يساعد هيلب اوبن يعني هذا المجرى حتى يكون دائما مفتوح surrounding by the cartilage or bone. يجي الى الاولفكتوري ريجن، الاولفكتوري ريجن هي ايضا particularly thick منطقه مو مقارنه بالنون الفكتوري تكون اكثر سمك، وايضا الابيثيليا سيدو ستراتيفايد ابيثيليوم بس no goblet cell ولا ميوكاس. الميوكوزا هذه لا بيها goblet cell مثل النون الفكتوري ولا بيها ميوكاس. لعد شبيها contain olfactory cell. الolfactory cell هاي عبارة عن bipolar neuron، يعني هي يسموها نيورو إبيثيريا. شنو نيورو إبيثيريا؟ يعني هي خلايا ظهارية صار بيها modified قامت تشتغل شغل الخلية العصبية. هذه البايبولار شنو فائدتها؟ طبعا حتى تطيق وتتحسس sensory for the adult.
ايضا تحوي، بدل ما تحوي ميوكس جلاند بالار بي مثل ما موجوده بالنون، بالالفكتوري تحوي على بومان جلاند. شنو طبيعه هاي البومان جلاند؟ مو ميوكس جلاند مثل النون الفكتوري، لا، سرس جلاند. يعني ايش تعطيني؟ يعني تعطيني بروتين. هذه ما تعطيني ما تعطي ميوكس، ما تعطي مخاط مثل ميوكس جلاند، تعطي سرس جلاند اللي هي بومان جلاند موجوده بالار بي اوف ذا ميوكوزا مال الالفكتوري ريجن، هي فلاش ادرنت from the epithelial surface. شوف طلاب، هذا طبعا هذا الصبغه المستعمله هنا، هذا الصبغه طلاب الصور طالعه عندكم، محمله الصور وياكم مال البرزنتيشن. البرزنتيشن اي نعم دكتوره، واضحه الصور. خش هذه الصورة اللي أمامك اللي دا شوفها، أنتم متعودين وعندكم معرفة إنه أنا اللون اللي أنا أعتمد عليه بالشرح مالتي الروتين ستين للـ HE هي لونها وردي وأزرق. هنا ما شفتها وردي وأزرق، هنا لونها أرجواني وأزرق. هذه السبيشال ستين، هذه سبيشال ستين مخبوطة، هاي أصلاً هي صبغة الماسون على ما أتوقع، صبغة الماسون. على العموم على مود تطلع لي الجوبلت سيل طلاب، هاي الجوبلت، هاي الجوبلت شوفوها كأسية، شكلها كأسي، وهاي السيليا، هذه السيليا، هاي سي السيليا والجي جوبلت، جوبلت سيل. هذا اللون الأزرق هو البيزمنت ممبرين، البيزمنت ممبرين. هذه الخلايا اللي تكون هذه الإبيثيليا، هاي الإبيثيليا اللي هي الميكوزا اللي هي إبيثيليا زائد أر بي، بالأر بي حاوية على الابيثيليا، عفوا هاي الابيثيليا امامي حاويه على سبورتنج او سستنتيكولار سيل، سبورتنج او سستنتيكولار سيل. زين هذه الخلايا سبورتنج تسند للخليه العصبيه البايبولار، تحيط بيها هذه الخليه البايبولار او خليه الالفكتوري سيل يسموها، خليه بها قطبين، قطب يعني بيبور يفتح للخارج، حاويه على شعيرات هيرز حتى تتحسس الأدر وتمتصها وتحولها إلى معلومة، وحاوية على أكسن. هذه الأكسنات ها عيني دكتورة، راحت الصورة من عيني. إيه هسه ترجع لكم، أنتوا دا تتابعون وياي على ال... ها عيني دكتورة خرجت ورجعت طلعت نفس الشيء دكتورة. أنا ظاهرة يا أمي عادي. إيه خوش خوش موجود يا أمي دكتورة. ماشي خوش خوش خوش، أنا راح أسجلها يوم، على العموم يعني راح أسجلها يمي، فإذا بسلامة تتسجل يعني توصلكم إن شاء الله على الكلاس بإذن الله. هذه الخلايا اللي تشوفوها باي بولر هي خلايا عصبية تتجمع الأكسينات، هاي الأكسين تتجمع مع بعضها تعطيني الألفكتري نيرف اللي يروح ل اللي يروح للأكسنس of the olfactory cell joint to another to form olfactory nerve، اللي يروح للأولفكتري بلب الموجودة بالبرين حتى يطيني ويرجع البوم. هاي البومان، هاي البومان جلاند، البومان جلاند اللي هي سرس جلاند اللي تتحسس أو تفرز يعني مادة حتى تتحسس الأدرنت، الأدرنت for the epithelial surface. الالفكتوري ريجن مهمه، او المقارنه بينها وبين نون الفكتوري ريجن مهمه. ماشي طلاب؟ مهمه حتى توصلكم المعلومه وتقروها زين. السؤال الثاني اللي انا طرحته نعم ماما، نعم عيني دكتوره، السلايد الموجود هنا بالالفكتوري ريجن هذا تابع للنون الفكتوري، لان هنا بي جوبل سيل، واحنا قلنا ان الالفكتوري ما بيها جوبل سيل، نوت الفكتوري، نوت جوبلت. نعم نعم هذا دكتوره، يعني هسه هذا السلايد ما تابع للالفكتوري ريجن، هذا نون الفكتوري، هذا نون الفكتوري لان بي جوبل سيل. احسنت احمد غلطان، احسنت. هذا الجوبلت نون الفكتوري، هذا التخطيطي اللي هي تسولف عن الالفكتوري ريجن او الابيثيليا اوف ذا الفكتوري ريجن. ماشي عيني؟ هذا نون الفكتوري، نون الفكتوري تمام دكتور.
نجي الى السؤال الاخر اللي طرقته بالمحاضره حتى انتم عندك تصور ايش تقرا بالمحاضره. السؤال الثاني describe the cell which that consists of the respiratory epithelia. شنو انواع الخلايا اللي تكون الابيثيليا؟ هاي انت تطلعها، انت تطلعوها، ترجع سستنتكولار اذا اخذتوها صف اول تتذكرون الخليه العموديه الجوبلت سيل، الخليه البيزل سيل، الكولومينر اللي سيليتيد، هاي انت تطلعوها من صف اول يعني درسون السيلو ابيثيليا حتى تعرفها. نجي الى الفيرنكس. الفيرنكس consists of the mucus gland and it is lined by the stratified squamous epithelium that is continuous with the type of the epithelium at the proximal end of the larynx. هذه الفيرنكس الموجود عندي، الابيثيليا مالت الفيرنكس مو سيدو ستراتيفايد، الابيثيليا ستراتيفايس كويمس ابيثيليا، وعدي مكان اخر بالفيرنكس ايضا بس الابيثيليا ما تسيدو ستراتيفايد ابيثيليا. احد يقدر يقول لي ليش اختلفت الفيرنكس بها منطقتين؟ منطقه الابيثيليا مالتها ماخذه من الجي اي تي، ومنطقه الابيثيليا ماخذه من الريسبيراتوري. دكتور انا اعرف يلا المنطقه اللي هي النازو فارينكس القريبه على على الانف والنازل كافيتي تكون فيها سودو ستراتيفايد حتى نعم. تكون يعني شنو هي الوظيفه الترطيب المويستشر واللوبريكيشن نعم. والسؤال في الطبيعي مع النازل كافيتي اما الاوتو الاورو فارينكس الاورو فارينكس احسنت يفتح على الجي اي تي نعم يكون ذا ستراتيفايد سكويموس. ليش؟ لان ستراتيفايد سكويموس يكون نسيج قوي يتحمل الشد، يتحمل انه لان هذا ينزل عليه مي حار مي بارد حيل اكيد احسنت فلازم نعم مثل ما قال لكم علي عبد الامير خشيت ايداع للاجابه انه انا عندي بارتين بالفيرنكس اورو نوزو الاورو اللي هو يعني الاورال كافيتي يعني بعدني انا بالاورال كافيتي والنوزو فارنكس ينزل على على الريسبيراتوري فيختلفون بطبيعة الإبيثيليا. يجي إلى اللارنكس. اللارنكس طبعاً بالمناسبة طلاب أنا هذا عندي باوربوينت لهذا البي دي اف الموجود عندك هنا هسه أصعد الأمير ليش؟ لأن أنا مسوية هاي المعلومات اللي أحكيها مسويت لها إخفاء خلال الوورد خلال الباور عفوا مسويت لها إخفاء حتى تدخل على إخفاء وشوف هاي المعلومات اللي أنا أحكيها فرح أرفع الوورد الأمير العفو الباوربوينت الأمير ماشي ماما؟ نجي إلى اللارنكس. اللارنكس طبعا عندي هي الحنجرة طبعاً الحنجرة سبحان الله تتكون من different type of the cartilage elastic و hyaline cartilage وتتكون من خمس أنواع تقريباً الثيرويد الارتينويد الكريكويد الكريكو ارتينويد والconnection بيناتهم ما أخذيها بالتشريح؟ لو ما أخذيهم طلاب ما أخذي بالعملي؟ بس لمحة بسيطة عن أخذنا بس شيء بسيط يعني ما أعرف ليش أي نعم هي الليجمنت والنمي اي بالله يعني انا اقول لو تدخل على اليوتيوب تدخل على اليوتيوب طلاب حتى تاخذون تشوفون الكارتج وشون يصير بها كونكشن بيناتهم ووين يقعد الابيجلوتس لان الابيجلوتس من ضمن اجزاء اللارنكس فراح تشوفوها هندسه الهيه عظيمه سبحان الله اتصال ما بين هاي الكارتلجات حتى تخلي الشغل مال هذه القناه يشتغل صح. فاللارنكس هاز فنترا فولد ار lined by the pseudostratified epithelium will ventricle and therefore given resonance to the voice. وعندنا ال vocal cord lined by the stratified squamous epithelium can be stopped foreign objects from reaching the lung and close to build up pressure when coughing required. شوف شنو هذا الحكي
شو يقول؟ يقول اللارينكس عندي منطقتين بيها، عندي فولس فوكال كورد وترو فوكال كورد. الفولس فوكال كورد ما لها دخل بعملية الفويس، اللي إلى دخل عملية الفويس هو الليجمنت، هذا ليجمنت طلاب، هذا أمامي ليجمنت اللي يسموه الترو فوكال كورد. بين ذني المنطقتين الكوردات أكو فينتريكل، أكو فينتريكل. زين، هذه الفولس فوكال كورد هي عبارة عن وول متكونة من ستراتفايت سكويموس سيدو ستراتفايت، ماخذ نفس الإبيتيريا مالت الريسبيراتري، تحت من عندها الألبي حاوية على جلاند يسموها اللارينجيال جلاند، تفرز ميوكس. زين، وحاوية على أجريجيشن أوف ذا لينفاتيك تشو، هاي التجمعات اللطخات الزرق، هاي أجريجيشن أوف ذا لينفاتيك تشو. ولي تحت من عندها عبارة عن يعني لوس كونكتيف تشو، أو أيضا حاوي على كولاجين فايبرز وإلى آخره. التروفوكال كورد أيضا هو عبارة عن وول، الوول هذا يتكون من إبيثيليا، بس الإبيثيليا هنا تختلف شنو نوعيتها، ستراتفايد سكويمس، ستراتفايد سكويمس إبيثيليا، وحاوية على ألبي دينس كونكتيف تشو مولوس مثل الفولس دينس كونكتيف تشو، وحاوية أيضا على جلاند جلاندات جلاند أيضا يسموها اللارينجيال جلاند نفس الشيء. ولي تحت من عدها هذه المنطقة هي ليجمنت، ليجمنت أوتار، هذه تتصل مع بعضها وتعطيني فالترجمة للفويس اللي طالع. ماشي عيني؟ هاي ببساطة حتى تعرفون انه متكون من منطقتين ومن جزئين من الكوردات، وكل كورد يختلف بتركيبه النسيجي عن الاخر. نجي الى السؤال الاخر، classified the all types of cartilage which that consist of the wall of larynx. شنو هاي اريد بيها classified the type of the cartilage؟ اريد انواع الكارتيليجات اللي يسوي لي larynx. عندي كم نوع من الكارتيليج؟ من يجاوبني يا بطل؟ كم نوع من الكارتليج دارسي صف أول؟ دكتورة ثلاثة. يلا ياسين، ياسين عفوا علي، ياسين. نعم ياسين. دكتورة الهايلاين كارتليج والفايبرس كارتليج والإلاستيك. عافية عافية، هايلاين والإلاستيك. الفايبرس إلى مكان محدد بالجسم تعرفوه، بالديسك أو فيرتبرا، مو صحيح؟ تقريبا هذا المكان المحدد إليه، ما أشوفه نادرا في أماكن أخرى. بس الإلاستيك والهيلاين هو اللي يشكل الجزء الأكبر، وبالذات الهيلاين يشكل الجزء الأكبر بغضاريف الجسم. فأريدك تصنفني أنواع ممكن يجيك السؤال هذا، تصنف لي الأنواع الكارتريج الموجودة ب يعني الثايرويد مثلا، تقول لي الثايرويد تقول لي هايلاين كارتريج، الإبيغلوتس تقول لي إلاستيك، ماشي عيني؟ أنواعهم كل وحدة والتايب أوف ذا كارتريج. نجي إلى التراكيا على وجه السرعة إن شاء الله حتى لين صار الساعة تقريبا. التراكيا هي طبعا عباره عن وول، والوول انا قلت لكم يتكون من ميكوزا سب ميكوزا ادفنتيشيا. الميكوزا از لايند باي ذا تيبيكال ريسبيراتوري ابيثيليا اللي هي سيدوستراتفايت كولومنا، واندر لايند باي ذا كونكتيف تيشو اللي هو الال بي كونتين اوف ذا سيرس جلاند. واتفقنا انه الال بي هو عباره عن كونكتيف تيشو حامل للجلاندات. السب ميكوزا هي ايضا تحوي هنا السب ميكوزا ايضا على جلاندات يسموه التريكيال جلاند. التريكيال جلاند تحوي على فايبرات كولاجين فايبر، وتحوي على كارتليج يسموه التريكيال كارتليج او التريكيالس مسل عفوا، التريكيال كارتليج اللي هاي شكلها سي شيب رينج اوف ذا هايلاين كارتليج كفرد باي ذا بريكوندريام، والادفنتيشيا كونسيست اوف ذا كونكتيف تيشو اوف كولاجين. شوف طلاب، هنا قلت ادفنتيشيا ما قلت سيروزه، ادفنتيشيا الجزء الاخير. ليش؟ لان التراكيا شنو يقعد وراها؟
شنو يبعد براها؟ طبعا هاي الكارتيليجات الشي السي شيب تتصل مع بعض، يعني نهاية السي بنهاية سي بنفس السي، يعني الحرف يتصلون النهايات بمصل سموث مصل يسموه التراكيالس مصل. هذه اللي بعدها يجي ادفنتيشيا، ليش؟ لان يعني يقعد بظهره بيهايند اوف ذا كارتيليجيا وفاوند اوف ذا اسفيجاس، يقعد بظهره وجود الاسفيجاس. فهذا الاسفيجاس من يصير عندي عمليه سوالينج، اذا كانت البلس كبيره راح تدفع المصل حتى تسمح يعني بعمليه او تسهيل عمليه البلع. يجي الى الاوبجكتيف 3 ديسكرايب ذا ستراكشر اوف ذا ايربويس اند ذا لانج. يجي للبرونكاس. البرونكاس هي برينسيبال وسكندري وتيرشري. البرونكاس البرينسيبال سيم اوف ذا تراكيا، تشبه التراكيا. سكندري لوبر، لوبر يعني موجوده داخل الفص. فالبرونكاس يعني خارج الرئه، البرونكاس بايفوركيشن اوف ذا تراكيا، من تدخل للرئه تصير لوبر برونكاس. فاللوبر برونكاس شكلها الريجولار هايلين كارتليج، حاوي على كارتليج بس الريجولار، بينما البرينسيبال حاوي على سي سي شيب مثل التراكيا بالضبط. فالسكندري يكون لوبر بلونكاس الريجولار هايكن كارتج سيدو ستراتفايد سيليتيد كولومنر. التيرشري اللي هي سيجمنتد دخلت داخل لوبيول اوف لانج، هذه تكون كولومنر ايبيثيليا. الايبيثيليا تغيرت طلاب، تغيرت الايبيثيليا من سيدو ستراتفايد كولومنر هاي الى اعلى انصى من عندها، يسموها سمبل كولومنر وباتشز اوف كارتج. شوف هنا كان الكارتج الريجولار يعني قطع بليت بليت، هنا صارت باتشز كارتليج. شو بدي اقول لك؟ اريد اقول لك اريدك تنتبه لي، كل ما تنزل الى جزء اقل واصغر بالباسج اوف ذا اير ويز تقل هاي التراكيب، يصغر الكارتليج، تختفي الكوبليت، الابيثيليا تصير ناصيه من عاليه الى ناصيه. ماشي. نجي الى البرونكيول. البرونكيول تيرمينال برونكيول لحد الان انا بالكوندكتنج بورشن طلاب، ما دخلت على الريسبيرتوري بورشن. التيرمينال برونكيور كولومنار ابيثيليا نو كارتليج سموث مصل قليله كليرا سيل بريزنت ريسبيرتوري برونكيور. هسه بديت بالريسبيرتوري بورشن. الريسبيرتوري برونكيور الابيثيليا صارت انصى، صارت جو كوبويدال ابيثيليا وماكو ميوكس جلاند ولا كوبليت ولا كوكارتليج، لان اختفان هاي التيرمينال وهاي الريسبيرتوري. تفتح الريسبيرتوري على الالفيولار داكت اللي هو مجموعه من الالفيولار ساك. نجي الى الاوبجكتيف الثالث، ديستنكوشس برونكيو فروم ذا برونكيول. العام جبت هذا السؤال والسنه احتمال هم مرشح يجيكم ان شاء الله تهتمون بالديستنكوشس بين البرونكاي عن البرونكيول. الاجابه هنا هاي البرونكس وهنا البرونكيول. طبعا برونكاي جمع برونكس طلاب، مو تتخربط تتغلطون، البرونكس والبرونكيو. هنا عندي بالبرونكيو نو جلاند، شوف ما عندي جلاند، نو كارتليج ما عندي كارتليج، هنا اكو هذه الجلاند، اكو هاي جلاند، هاي برونكس جلاند، هاي كارتليج هنا اختفت، لا جلاند ولا كارتليج، ماكو جوبلت بالابيثيريا، ماكو هنا اكو بالبرونكس بالبرونكو برونكيول اختفت. تشيك سموث مصل، هذه المصل هنا موجوده، هذه الحمر الخطين الاحمر هنا عندي كلش ضعيفه البرونكس. عفوا تشيك سموث مصل بالبرونكيول، تشيك سموث هنا خليله، بريزنس اوف ذا كليراسيال مهمه موجوده بالبرونكيول زين، وماني الاستيك فايبر، ماني الاستيك فايبر، استبدلت الكارتليج بالفايبر اللي نوعيه الاستيك حتى يسمع بعمليه يسمح بالفلكسبيليتي او عمليه الالاستيسيتي عمليه المرونه بالجدار. الاوبجكتيف الاخير اتصور اللي هو ديفاين وات ذا مينت اوف ذا تيرمينال برونكيولا فيولا داكت اند الفيلاس. هذه التيرمينال رجعت لكم عليها معاد بس اوضح السلايد. الابيثيليا تيرمينال برونكيول هاز كولومنار ابيثيليا نو كارتليج سموث مصل قليل كليرا سير بريزنت ريسبيرتري، هذا معاد لكم السلايد طلاب، كيوبويدال وميوكس. هذا السلايد اللي ورا اذا جاكم ام سي كيو راح يصير من هذا،
من هذا الجدول اجيب الام سي كيو. هذا الجدول يبين لك التريكل ملخص للجهاز كله، شنو هي الاشياء الموجوده وشنو اللي اختفت. الابيثيليا بالتريكيا اكو سيدوستراتفايد، برونكوس ايضا اكو سيدوستراتفايد، بالترشيري صارت كولومينر، بالبرونكيوز ايضا كولومينر، بالرسبيراتري صارت كوبويدر. الجوجل سيال كلش واضحه بالتريكيا، اقل بالبرونكوس، نفس الشيء بالترشيري موجوده، اقل بالبرونكيول، تختفي بالرسبيراتري، وهكذا لبقيه الاعضاء لين تاخرنا طلع. الاوبجكتيف الفايف ديسكرايب ذا ستراكشر اوف ذا الفيولي. هذه الصورة اللي أمامك صورة توضيحية طلاب تشريحية. هذه هو الألفيولي عندي. الألفيولي are sac-like evagination about 200 ملم in diameter micrometer in diameter of the respiratory bronchial alveolar duct and sac. Structurally الألفيولي resemble small يعني bucket that are open on the side one side. شوف هي عبارة عن باكيت مفتوح على جهة واحدة، باكيت مفتوح على جهة واحدة. زين هذا الباكيت similar to the honeycomb like، يشبه خلية النحل. Of beehive within C within these goblet structure to CO2 غير معلومة فسلجية. بعدين يصير به ال exchange of the air with the blood. The structure of the alveolar wall is specialized to enhance diffusion between the external and internal environment. The intra-alveolar septum, مو هذه عدي هذه يعني alveolus، هذه هم alveolus وهذه هم alveolus. هذا التركيب هذا الالفيولار septum. هذا الالفيولار septum طبعا هو عبارة عن نيوبرينج للالفيولار ديس. سبتم از فازيكولايزد غنيه بوجود البلاد فازلز اللي هو كابيلاري ريتش باي ذا نتورك اوف ذا كابيلاري، واكو بها خلايا لمفاويه وهاي السوالف كلها راح نجي ناخذها. هذا الصوره اللي امامك ده تمثل لك الالفيولار داكت والالفيولار ساك. هذه هي الالفيولار ساك، هاي الالفيولار ساك، هاي ساك، تفتح ساك على ساك حتى تعطيك الداكت، حتى تعطيك الدكت. اكو عندي البلاد اير بارير. البلاد اير بارير مهم، الكومبوننت مالته مهمه. ممكن يجيكم سؤال عدد لي الكومبوننت اوف ذا اير بلاد بارير. الاير بلاد بارير هو خليتين، سيرفيس لايننج اند سيتوبلازم اوف ذا الفيولار ساك، cell وفيوزد بيزد لامينا اوف ذا كلوزلي اور يعني اوبوزيت اوف الفيولار ساك اند ذا كابيلاري اندوثيليال سيل سيتوبلازم اوف ذا اندوثيليوم. شوف شنو هذا الحكي، احنا ايش عندنا؟ عندنا الوول مالت الالفيولي ترتبط به البلاد كابيلاري، مو صحيح؟ هاي البلاد كابيلاري اصلا منين متكونه؟ هاي البلاد كابيلاري متكونه من اندوثيليا. اندوثيليا هاي خليه اندوثيليا، الاندوثيليا خاصه بالبلاد فازلز. هاي الاندوثيليا هي سمبل سكويمس بها نيوكليوس، النيوكليوس اوف كابيلاري اندوثيليوس هذا ماشي بيه بلاد اريثروسايت، يعني هذا الكابيلاري اللي هو عباره عن اندوثيليوس سيل، اندوثيليوس سيل. وبين الاندوثيليا والاندوثيليوس سيل اكو بورز او يسموها فينستريتد، فينستريتد يعني مثقب الكابيلاري. شي قابله، شي قابله حتى يصير البلاد اكسشينج؟ يقابله الالفيولار وول، الالفيولار وول، الالفيولار ساك يعني مالت الحويصله، جدار الحويصله. جدار الحويصله عندي بي الفيولار تايب 1 سيل، الفيولار تايب 2 سيل وماكروفيج. هذن الخلايا ترجعوا لهن وتحفظوهن. ما عندي مجال أنا أذكرها، لو ذاكرتها ما أدري والله موجودة لا ما موجودة. الوول، الوول أوف الفيولوس ترجعوا للجنكيرة تشوفون أنواع الخلايا ثلاثة، الفيولر 1، الفيولر تايب 1، الفيولر تايب 2. زين هاي مالت الحويصلة، جدار الحويصلة وماكروفيج. طلاب
او اكو قسم من المصادر يسموها نيموسايت تايب 1 ونيموسايت تايب 2 بدل الفيلر، هم صح، زائد الماكروفاج، زائد الماكروفاج. المهم ارجع سالفتي، هذه اكو نيوكليوس اوف الفيلر تايب 1 سيل، هذه هي الالفيلر سيل، بها نيوكليوس قابله للنيوكليوس مال الاندوثيليوم، بيناتهم شكو اكو بورز، اكو بورز. الجدار، الجدار السيل وول، السيل وول مالت النيوكلي الاندوثيليوم يصير بي فيوز، يتصل مع السيل وول مال الالفيولار تايب 1 سيل مال الخليه الموجوده في جدار الحويصله، السيل ممبرين الغشاء الخلوي مال خلية الاندوثيليا مالت الكابيلاري تسوي اتصال فيوزد او دمج ويا من تتحد مع السيل ممبرين مالت خلية الالفيولار تايب 1 سيل مالت الجدار الحويصلة. اش تطيك؟ اش تطيك؟ تطيك بيزمنت ممبرين، بيزمنت ممبرين. هذا البيزمنت ممبرين يسمح لعملية البيرميابوليتي او عملية الاكسشينج. خلصت محاضرتنا إن شاء الله، يعني وصلنا لكم المعلومات بالوجه اللي يرضي رب العالمين. طلاب أي سؤال عندكم تستفسرون من عندي بالكلاس روم، توجهوا لي سؤال على الكلاس روم وأنا إن شاء الله أكون جاهزة أجاوب على أي سؤال. هاي واحدة. الثانية البي دي اف اللي رفع على الكلاس روم، عندي وورد، الوورد بي مواقع بها اخفاء للمعلومات اللي ذكرتها، راح ازودها الامير، ارفعها الامير حتى يرفع لكم اياها ان شاء الله. عندكم سؤال طلاب قبل ما ننهي محاضرتنا ان شاء الله؟ دكتوره الكابلاري ها احمد غلطان، نعم عيني دكتوره، نوع الكابيلاري انه هو بلاد اير برير، انه الكابيلاري هنا انا قارع عني يكون كونتينوس فينستريتد، فينستريتد احمد تمام دكتور. ها حسام الدين، نعم ماما دكتورة، بس بالمقارنه بين البرونكس والبرونكيوز، البرونكيوز كانت اكو ماني الاستيك، الاستيك فايبر او الاستيك كارتليج، بالبرونكس موجوده قليله لو ما موجوده؟ موجوده موجودة موجودة موجودة، هم موجود إلاستيك فايبر، بس أكثر شيء موجود المصل وموجود الكارتليج، على مود يبقى التيوب مفتوح، على مود يبقى التيوب مفتوح حتى يسمح بعملية كوندكتينج أوف يعني أكسجين أو يعني الأير عموما، ما شو يعني موجودة أمي موجودة. دكتورة بس الجدول هم ماتين قلت نيجي من عند أمس كيو سهم، بس ما افتهمت هذا. راح أرجع له، راح أرجع له يوم، راح أرجع له ماما، راح أرجع له، عندي مجال إن شاء الله. نعم شوف دكتورة بس هذا السهم اي بعيني ماما اي حبيبي ماشي. شوف شوفوا ماما ايش عندنا هنا، عندنا التراكيا برونكس، تيرشري برونكس، برونكيول، ريسبيراتوري برونكيول، بالابيثيليا نوعيتها بالتراكيا تعرفوها سيدو ستراتيفايد كولومينر وذ جوبلت سيل، بالبرونكس نفس الشيء، يعني هذا السهم معناته على هذا يرجع يعني نفس الشيء ايضا سيدو ستراتيفايد وذ يعني كولومينر وذ سيليا، بالتيرشري برونكس لا اختلفت صارت كولومينر، بالبرونكيول هم كولومينر، هم كولومينر عيني ماشي، هم كولومينر، بالريسبيراتوري لا اختلفت صارت كوبويدا، كوبويدا صارت. اذا اجي على الالفيولي، على الالفيولي تصير سمبل سكويمس طلاب، بالالفيولي تصير سمبل سكويمس، الابيثيليا تنزل اكثر، تنزل اكثر. شوف أنا عندي سؤال سنة من السنين جبته للطلاب بس قليلين اللي جاوبوه، قلت لهم صنفوا لي، صنفوا لي التايب اوف ذا ابيثيليا ان كوندكتينج اند ريسبيراتوري بورشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم فروم ذا هاي تو لور، من الاعلى للاسفل، اللي بدا من الاسفل للاعلى خص صفر. أنا دا أقول لك من الاعلى للاسفل، من الاعلى تبدي لي من التراكيا، تبدا من التراكيا يوم، تبدا من التراكيا وتنزل للالفيولاس، تبدا من العالي وتنزل للناصي، سيدو ستراتيفايد عالي، كولومينر انصى
كوبويدال انصه بعد سمبل سكويمس فالدور نصت. نجي للجوبلت، الجوبلت هذا الزائد يعني موجوده بكثافه، صارت 2 بلس يعني قلت بس موجوده. التيرشري ايضا موجوده نفس ما موجوده بالبرونكاس، بالبرونكاي قلت حيل، قلت اصلا يعني اذا هنا 100% هنا 50، اذا هنا 100% هنا 50 هنا 25 الى ان افتقدت ابسنت، ما موجوده بالرسبيرتري ولا بالالفيولاس. الكليرسيال ترجعوا لي تعرفوا لي الكليرسيال وشنو شغلها، مطلوب منك طلاب مطلوبه منك تعرف الكليرسيال. الكليرسيال ما موجوده عندي بالتريكي ولا بالبرونكاس ولا بالتيرشري، موجوده فقط بالتيرمينال بالبرونكيول تيرمينال برونكيول، موجوده بالرسبيرتري. ماشي عيني. نجي الى الماسكولار سيميكوزا، موجوده ما موجوده بالتريكيا، موجوده الى ان تكثر، هاي الكاس يعني كثرت. الميوكوس جلاند موجوده هنا وقلت الى ان غابت، الكارتليج موجود هنا الى ان غاب، الالفيولي هنا الابيثيليا تنفقد وتختفي اصلا هذا النوع من الخلايا. ماشي عيني طلاب، خلصت محاضرتكم، واي سؤال عندكم اخر ممكن انا اتواصل وياكم ان شاء الله على الكلاس روم، وان شاء الله ان اللقاء معكم في محاضرات اخرى. شكرا جزيلا، في امان الله.